بمشاركة أكثر من 6000 عداء وعداءة من مختلف بلدان العالم، أسدل الستار على فعاليات الدورة 12 لماراثون الدار البيضاء الدولي. التظاهرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تأتي في إطار التعريف بالخصائص المعمارية للحاضرة الاقتصادية للمملكة وترسيخ قيم الطموح والتضامن والتعايش. اليوم انطلاقة ديال الماراثون كان ظهر لي بأنها دخلت الخانة الدولية عن جدارة واستحقاق، لأن الأهداف اللي استرنا اليوم بحمد الله حققنا الهدف الأول وباقيين كنتظروا الهدف الثاني. الهدف الأول كيتجلى في انطلاقة ناجحة، أزيد من 5000 مشارك ومشاركة، وكذلك المؤشر اللي غادي يوصلنا للهدف الثاني كان في نصف ماراثون اللي تربح هذه السنة بدقيقة بساعة ودقيقة. أنا اليوم جد سعيد لمشاركتي في ماراثون الدار البيضاء. الجري لمسافة 42 كيلومترا لم يكن من السهل أبدا. المنافسات عرفت تتويج سامي كوركر بزمن قدره ساعتين وثمانية دقائق واثنان وثلاثين ثانية، يليه جوناثان يوغي كيبتو ثم كوكوت جاكسون كيبشون، فيما احتل المغربيين بلال المرحوم وجواد الجزولي المرتبة الرابعة والخامسة تواليا. ولدى النساء حازت ليليان جيبتون من كينيا على المرتبة الأولى، حيث قطعت الماراثون في زمن ساعتين وواحد وثلاثين دقيقة وواحد وثلاثين ثانية، متبوعة بالمغربية كلتوم بوعسرية، في حين جاءت في المركز الثالث هايا ماميتو بلانشان.